خاصة إنه هذا رح يكون آخر احتفال إلنا فينا نجي فيه على بيتي. السنة الجاية بجوز. أختي، شو هالحكي هاد؟ شو بدي أقول؟ قصدي إلك بالأيام القليلة اللي جاية فارشة رح أصير كنتك وتجي تعيش معي. يعني هي أبداً ما رح تكون معنا. وبيني وبينك تعرفي بعد الطريقة اللي تصرفت فيها مع آجيت، نحن ما فينا نروح لهنيك. أختي إذا بتريدي سامحيني، بس ما فينا نروح لهنيك ونخليها تهيننا. مشان هيك ليكي كرمالك، لأنه أنت عندي أغلى من فارشة وكلام فارشة. بس نحن رح نحضر الاحتفال. إيه أختي، الله معك، باي. واو، رائع. شو هالتمثيلية؟ هالشي اسمه مثل كأنه عندك الكلمة نهائية. مانو، أختي مانو، شو شوفي حبيبتي، شوفي أمي. دعي هيك طفح الكيل. أصلاً هذا آخر شيء كنت بتوقع أنك تعيشي بهذاك البيت. قديش بدك تستحمليهم مانو؟ الواطي رفع إيده على أختي مشان هديك الوقعة. هذا شو خطر له؟ شو مفكر؟ إنه ما في حدا بيسأل عنا؟ لك لساتني عايش ورح أعطيهم درس. رح أدق له فوراً. أجيت هالمرة ما في فايدة من الحكي معه. نحن لازم نتصرف. فينود لازم يجي لهون ويعتذر من أختك قدامي. طب كيف؟ لك ابني، المنظمة النسائية شو عم تعمل؟ أنا اللي رح أعلم فينود درس مرتب. لا ماما، ما بدي القصة توصل لهالدرجة، بس بدي أجيت ينعزم مثلي، وبدي الكل يصير يعمل له قيمة، بدي يتعامل باحترام بين الناس. إذا هالشي ما صار وقتها أنا كمان ما رح أحضر. إيه مانو، الشي اللي بدك إياه أنت رح يصير. بنتي أنت لا تمنعيني إني أتصرف. بس يا ماما، نحن ما رح نقدم شكوى ضده لقسم الشرطة، رح نقدم شكوى للمنظمة النسائية. إيه أختي، فينود لازم يتربى منيح وإجا الوقت. لا ترفضي بليز. أهلين سوشنا، تفضلي تفضلوا. أهلا وسهلا. مرحبا، كيفك؟ شكرا. أهلا وسهلا، شرفتي. شكرا، تفضلي أختي، تفضلي فوتي فارشا. شرفوا. طمنيني كيف صحتك؟ بخير الحمد لله، أنا بألف نعمة. جاي لأعزمكن بكرة، عاملين احتفال بأول يوم للسنة، وأنا شفتها مناسبة إنه كلنا نحتفل سوا بما إنه صرنا عائلة وحدة. منتشرف، أكيد رح نجي. فارشا، أنتي ما شفتي مطبخنا صح؟ تعي تعي معي رح ورجيك المطبخ. لازم تاخدي فكرة لأنك رح تستلمي البيت عني، أنتي رح تصيري مسؤولة عن كل شي. ساتيش، خليك أنت مع أختي شوي، ما منطول. ماشي يلا. ايه فارشا، هذا مطبخنا، كيف لقيتي؟ حلو كتير. شكرا. فارشا، انتي رح تصيري كنتنا، وانتي عندك الحق بكل شي بهالبيت، وطبعا انا اللي رح سلمك هالحق لك بنفسي. بس عندي أمنية فارشا، إنك ما تستخدمي هالحق بطريقة سيئة. عن شو عم تحكي؟ ما فهمت. فارشا، أنا قصاداً جبتك لهون لأن بدي أوضح لك كم شغلة ضرورية، عرفتي؟
ما بدي أخبي عليكي، أنا حكيت مع رسيلة. وبصراحة قالت لي إنه أنتي وجهتي لها كلام لما كانت عندي. هالشي صحيح؟ هيك صار؟ لأكون صريحة معك، ما حبيتها منك، خاصة أنتي. فرشا أنتي رح تصيري كنة لهالبيت، هذا واجبك إنه تحترمي كل ضيف بيجي لعنا. حركة واحدة غلط أكيد رح تنزع سمعتنا، منشان هيك لازم تكوني منتبهة لتصرفاتك أكثر. هيك بيكون أحسن. أمي أنتي الكبيرة هون وعندك الحق تحاسبيني وحقك تدليني على كل أخطائي، بس الشخص يلي بيغلط ما عنده أي حق إنه يحاسب الناس التانيين. أمي أنا بعترف لأنه أجيت كان يومها قاعد هون كضيف، وأنا ما كان لازم أحكي معه بالطريقة يلي حكيت معه فيها، بس شو طالع بإيدي؟ والله أنا ما فيني أتحمل شوفة هالرجال قاعد قدامي، وأكيد أنتي بتعرفي ليش. هو سوى أخطاء ما بتنعد وأخطاءه ما بتنغفر، هالرجال ما عنده أخلاق. ليش أنتي مفكرة أنه إذا ترك علاقاته مع ناس من هالنوع المنحط رح يرجع محترم بعيوننا؟ أنتي بعد وقت قليل رح تصيري حماتي، وبتعرفي أني بحترمك كتير ورح ضل هيك. إذا مصرة من هاللحظة أنا ما رح أتدخل بأي قصة متعلقة فيه. أنا ما بتمنى أعمل أي شيء يجرحك أو يجرح مشاعرك أو مشاعر أي حدا من العيلة. في فرق بينك وبين جانا، بس عندك نفس الأخلاق. الله يحميكي حبيبتي. شكراً فارشا. على شو؟ لأنه ما عاد عندي شيء أقلق عليه، هلأ طمنتي لي قلبي على الأخير. عندي ثقة فيكي من البداية، واليوم خليتي ماما تثق فيكي كمان. بحبك فارشا، لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.